السلام عليكم، انا يوسف من الجماعه ديال المعارضه. عندي في العمر ديالي 56 سنه، كنت خدام ولكن دابا تقريبا شي عامين ونص يعني توقفت عن العمل بسبب مرض القلب. جريت معاه وجريت دوش شريت الدواء، هذاك الشيء ما فادني حتى بشي حاجه. التغطية الصحية ما استفدناش منها، يلا كنضاربو مع الدواء. هذاك الدواء ديال القلب ماشي كيسرح العروق، هذا غير كيجري الدم. إذا ما خديتوش ما كنبقاش نتحرك نهائيا. بقيت كنفتش، جيت للجمعية المغربية للإنقاذ، شدوا معي واحد الرانديفو في واحد الكلينيك، ومشيت هذاك الكلينيك واستقبلوني الناس مزيان بلا عمرها دار، وهم اللي اكتشفوا ليا بأن العروق بوشين ثلاثة. وهما كما كتشوفوا الإخوان اليد ديالي ها هو باقي الله مدير، ها التصوير هاي ديال الكلينيك تا هي راه فيها جميع، هو اسمه فيها السيدي ديالها فيها كل شيء. هي باش وقفوا معايا الناس الله يجازيهم بخير. كنطلب المحسنين باش ندير العملية في أقرب وقت، لأن كل ما طال علي الوقت كنزيد عا كنستهلك الأدوية، وتد الحالة الصحية كتزاد ديالي كتدهور تايب شهر على شهر ولا سيم أسبوع على أسبوع. والله لا يضيع أجر المحسنين.